السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتيرة متعودة على الحياة في الأوتوكاد وبتدور عليها في الريفت. مش لازم كل حاجة تبقى موجودة في الأوتوكاد تبقى موجودة في الريفت، لأن الريفت برنامج مستقل تماما عن الأوتوكاد. وفي البداية كانت شركة تانية غير الأوتو ديسك هي اللي عاملاها، بعد كده الأوتو ديسك اشترت الريفت. فمش لازم تروح الصين وأول ما تنزل هناك تسأل عن برج بيزا المائل، ممكن ما تلاقوش، يعني غالبا مش هتلاقيه، هتلاقي سور صيني عظيم، هتلاقي حاجات أحسن بكتير جدا من حتى انت ممكن تلاقيها في ايطاليا. دي من وجهة نظري. طيب، في واحد كان بيسألني ازاي نعمل برش. بسيطة جدا، لو خلصت المشروع وهتبعته لحد بقى على مانيش برج انيوزد وادوس عليها، خلاص هو بيقوم عمل برش، بيقول لي كل العناصر ديت ممكن تعمل لها برش. الامر ده لو موجود في الطبيعة وعملت برش الاقي ناس كتيرة من صحابي اختفت من الحياة، الحمد لله مش موجود.